يعتزلون على ان نقدم مرشحا من طرفنا ينتمي منظم مؤطر لمصلحة مرشح مستقل تجتمع من حوله كلمة الناصرة وأهل الناصرة، أعتقد أن هذا موقف مشرف جدا وأنا معتز به كثيرا. ملاحظة أخرى أحدثكم بها عن حلم يراودني دائما، ليس فقط كرئيس حركة إسلامية سابق ورئيس قائمة عربية موحدة وإنسان له علاقة بالشأن العام، أنا لا أدري إن كان هذا الحلم الذي أفكر به دائما يعني مثالي أكثر من اللازم، ولا أدري إن كنت ساذجا حتى في مجرد طرحه أمام حضراتكم نساء ورجالا، ولكن مع ذلك أطرحه. الحلم اللي بيراودني وأحاول أن أدحرجه كمشروع في إطار الحركة الإسلامية أن ننجح في تحويل كل بلد وبلد، كل مدينة ومدينة عربية إلى عائلة واحدة أو إلى حزب واحد، سموها كيفما تشاؤون، بالذات لما نجي للانتخابات، أن ننسى أحزابنا، أن ننسى تنظيماتنا، أن ننسى فصائلنا، أن ننسى انتماءاتنا، أيديولوجياتنا، طوائفنا، أدياننا، عقائدنا، أن ننسى ذلك كله، وأن نتذكر دائما الناصرة أولا. ومن أجل أن نخدم الناصرة تعالوا حتى نعتبر كل الناصرة بعيدا عن كل ألوانها السياسية والأيديولوجية والفكرية عائلة واحدة، ونتفق على شيء آخر تحت هذه المظلة الرائعة، أن نقدم لمواقع المسؤولية لرئاسة البلدية أو لأعضائها أصحاب الكفاءة. ومن أجل أن نحقق هذا المشروع الضخم لابد من الاتفاق على تشكيل برلمان وليس برلمان خارج البلدية، برلمان يضم في داخله أعضاء من خيرة المجتمع النصراوي. أنا جبت النصرة كمثل، ولكن هذا وأتوقع أن يتطبق في كل القرى والمدن العربية. برلمان يتم انتخابه بشكل منفصل تماما وبمعزل عن انتخابات البلدية، نختار خيرة الطاقات والكفاءات والقدرات والمهارات في الناصرة من جميع المجالات. هؤلاء هم من يحددون من يكون المرشح الموحد لكل الناصرة، هم من يحددون الأجندة لمرحلة 5 سنوات قادمة، الأولويات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، هم من يحددون من يكون الأعضاء في المرحلة المقبلة. بذلك نحقق مجموعة من الأهداف دفعة واحدة، وأنا لا أريد أن أطيل، هذا مشروع طويل. نحقق مجموعة من الأهداف، أولها انتزاع نزع فتيل الخصومات والنزاعات مهما كانت أرضيتها وقواعد انطلاق من يتبنونها، نزع فتيل النزاعات والصراعات اللي قد تؤدي إلى صور من صور العنف كما نرى في بعض القرى والمدن مع الأسف الشديد. ثانيا نسقط ما يسمى بالطابور الخامس في جميع مجتمعاتنا، الطابور الخامس الذي ينتهز مفاصل الانتخابات ليقفز على مصالح مجتمعاتنا، على مصالح شعبنا من أجل تحقيق مصالح خاصة سواء فردية أو 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 جماعية أو أو حزبية ضيقة أو عائلية أو فصائلية، كيف سميها كيفما تشاء. نحن بهذه الطريقة ننزع هؤلاء، نحيدهم، نضعهم في الهامش لنغلب كل من يريد أن يخدم مصلحة البلد على أسس وقواعد لا خلاف عليها مطلقا. إخواننا هذا قد يكون حلم، ولكن لابد أن نبدأ بالتفكير فيه بشكل جدي. ولكن حتى نحقق هذا الهدف أنا أدعو الجميع، طرحت أسئلة عن موضوع الطائفية وكذا وكذا، أقسم لكم بالله الذي رفع السماء بالعمد، أنا ما ولا أقسم حنيثا إن شاء الله. أخواننا الأعزاء، تاريخنا كما ذكر أخونا أبو فهد، تاريخنا أكبر دليل وأعظم شاهد وأصدق شاهد على هذه الحقيقة التي ذكرها. كلنا كأبناء أمة واحدة عشنا على قاعدة المواطنة رغم اختلافنا في العقائد، إلى درجة أن كل من هم غير مسلمين من الحياديين في تفكيرهم، ممن انتزعوا ما يسمى بالنظرات السوداء، ممن تحرروا مما يسمى بالأفكار المسبقة، كلهم يشهدون بأنه إحنا مسلمين حضارة ومدنية وتاريخا وإن كنا مختلفين عقائديا. هذه القاعدة التي نؤمن بها، مدنية حتى النخاع. ولذلك أنا أتوقع أن يقود أخو أبو فهد في المستقبل القريب إن شاء الله بلدية مدنية حتى النخاع، وبامتياز تتعامل مع الجميع على قاعدة المواطنة على اعتبارنا جميعا متساوين في الحقوق والواجبات. لا مجال للتفاضل بيننا إلا فيما نقدم وفيما نخدم وفيما نبدع وفيما ننجز في سبيل خدمة الصالح العام، مش الصالح
الخاص. جملة أخيرة بقولها وأجري على الله، وأنا أقسم لكم بالله غير حانث، لو أنا كنت، وسأذكر الموضوع بشكل علني، لو أنا كنت محل الجبهة بعد حكم استمر لأربعين سنة، أنا كجبهوي حتى أحظى بمزيد من الاحترام على مستوى شعبي، لو كنت مكانهم بعد 40 سنة من الحكم لجئت وقلت أنا متنازل عن ترشيحها من طرفي بالمرة، لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى العضوية. تعالوا يا أهل الناصرة فاندفعوا فاقدموا أنفسكم. أنا بدي أخذ ما يسمى باستراحة المقاتل، أريد أن أعيد النظر فيما فعلت. 40 سنة بكفي، وأنا بقول لكم إياها أكثر من هيك. لو أننا كنا في الناصرة كحركة إسلامية حكمت مش 40 سنة 20 سنة، لا أوصيت لها أن تتنازل وبشكل فوري، لأنه في نهاية المطاف لون واحد يحكم لسنوات طويلة معناه ترهل، معناه جمود، معناه تكلس في شرايين العطاء والخدمة والإبداع والإنجاز، وهذا لن يكون في مصلحة أحد مطلقا، لا في الناصرة ولا في خارج الناصرة. المياه المتحركة هي التي تحافظ على جودتها، والمياه الراكدة هي من لا يمكن وما لا يمكن أن تحافظ على جودتها معرضة تعرض واضح وعلمي، على فكرة علمي، لأن تفسد. ولذلك الحراك ضرورة، وكما قيل سلطة مطلقة مفسدة مطلقة، وتحالف الناصرة إن شاء الله سيكسر هذه المعادلة ليطلق في الناصرة شعارا جديدا، التغيير هو طريق الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله.